معانا موضوع هو غريب شوية، حصل في بريطانيا. اتنين قرروا ان هم يتجوزوا وبيعملوا فرح، فبيعزموا الناس عادي جدا زي اي فرح، بس الناس طبعا راحت اتفاجئت. يعني حتى كانت دعوات الفرح مش مكتوب فيها اللي هيروحوا يلاقوه، اللي هو ايه، ان انت هتروح هتخش هتاكل وتتبسط وكل حاجة. انت طبعا رايح مهيئ نفسك انك رايح فرح، فهتتبسط وتتنطط ويعني مع اصحابك وكل حاجة. اسبوع مش واكل اسبوع بقى ايوه اسبوع مش واكل بالظبط كده. الا اذا ان هم بيروحوا يلاقوا المكان شيك جدا غالي والاكل مش كتير والاكل قليل، ومش كده وبس، لا الفكره مش في الاكل. ايوه الفكره بقى مش في كده وبس، الفكره ان في الاخر بيلاقوا ان هم هيقوموا يغسلوا الاطباق اللي هياكلوا فيها. لا 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 فده تخيل تبقى رايح فرح وصارف ومكلم زي زي نوره كده يا جماعه، زي نوره كده. لا 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 ولابس السواري وكل واحد، والراجل لابس البدله اللي مش عارفه شكلها ايه. وبعد ما تروحوا المكان وتلاقوا فعلا انه المكان شيك وشكله حلو وكل حاجه، والاكل كمان كان حلو قوي، بس انه بعد ما خلصتوا الفرح العروسه طلبت من بعض المعازيم او ضيوفها ان هم يقوموا معاها يغسلوا الاطباق اللي اكلوا فيها. ده ليه؟ لان هي ما جابتش حد او ما اتفقتش يعني في المكان اللي هي هتعمل فيه الفرح انه في حد هيغسل الاطباق. ما اعرفش بقى هل هي كانت بتوفر او حجزت مثلا مكان غالي قوي كان نفسها تعمل فيه، ده ولا ما كانش معاها فلوس. ده ايه ده قله قيمه دي؟ يعني انا برايح الفرح بدل بقول لك ايه، والاكل ما كفاش، والاكل ربع الناس ما كلوش. يعني ابقى رايح فرح كده في الشياكه وفجاه الاقي بدل ما انا رايح ببدلتي اروح لهم بكيس صابون سايل. لا يا جماعه، لا 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 لا، ده قله قيمه جامده دي.